اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت لكم بواحد الجوله خفيفه في محل بريكاوم للاواني المنزليه. عندهم داكشي غزال، التضخيم الاعلى والاثمنه جد مناسبه. كنتمنى فيديو اليوم ينال اعجابكم. يلا ما نطولش عليكم، خليكم معنا حتى التالي ديال الفيديو. Thank you.
بغيت البنات نشارك معكم المشتريات ديولي من داك المحل ديال الماعمش. نخديت هادي ديال الكاطو ديستريبيتور دي كاطو، كتحطوا فيها دوازات الا جاكم شي حد ولا المهم اللي بغيتو. وهذا الطبيصيل ديالها كاين فيها هاد اللون، ها هي ابيض بيضه وفيها البرونز من الداخل، وكاينه هادي برونز ومن الوسط ترونسبارون. المهم فيهم الاشكال، راكم شفتو فيهم الاشكال بزاف. وحتى هادي راه خدينا خديت معاها ثلاثة ديال الطبيصلات، المهم راه غيبقاو عندي في الطوموبيل، ما فيا دابا اللي نزل. المهم راه فحال هاد الشكل، فحال هذا غير هما في هاد اللون. خديت ثلاثة ديال الطبيصلات مزيونين والثمن ديالهم مناسب. وهاد الطبيصلات اللي كتشوفو خديتهم لقيتهم بروموسيون، كنت كنلقاهم عند الوالده وملي كنبغي ناخذهم ما كنلقاهمش. دابا لقيتهم في هاد المحل بروموسيون هاد اللوينات اللي بقاو، خديت 12. كيحمقوني البنات عند ماما فيما كنشوفهم كنقول لها كون غير خديتي لي. وخديت معاهم هاد القريعات ديال العصير بالنسبه لرمضان، الا جاك هكا جاوك الضياف كيبغي الواحد يقا الطبيله ديالو ويتولها. الطبيله مي كتكون هكا متيوله وفيها هاد اللوينات كتفتح الشهيه وكتكون طبله مبهجه. وانتم راه ديجا استعملناهم، هما القريعات واعرين. هذه في البرونز وهذه خضيضره وكيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهادو لقيتهم خديت منهم ربعه. الا كان عندك الطاجين سخون المهم شي حاجه سخونه اللي ما تقدريش تحطيها ديها هكا فوق الطبله، هما فيهم الشكيلات مزيونين. خديت ربعه منهم راه كيتحتاجوا. وخديت هاد النقيله ديال الجرانيت بالنسبه للحرشه الملاوي، حتى هي راه بروموسيون باقي ما عمري ما استعملتها، بقى جديده. وهادو البنات هادو هاد الكويسات ديال الناس اللي كيكونوا في الحاج ولا العمره كيشربوا فيهم هكا لجوك كيجوك الضياف كيشربوا فيهم الماء ديال زمزم. ماما عندها كان جابتهم من الحج، وملي لقاتهم في داك المحل خدينا منهم عاوتاني سيري ديال 12، ما كناش كنلقاوهم بزاف. شكرا على المتابعه ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله مع الجديد. ايوا المهم هذه هي المشتريات ديالي، المهم انا شاركت معكم داكشي اللي خديت، كنتمنى يعجبكم.